حتى الآن لا نعرف عنه الكثير، ربما يذكرنا بالأيام الأولى لفيروس كورونا رغم التطمينات النسبية كما تذكرون آنذاك إنه الزائر الجديد الثقيل جداري القردة. موطن هذا المرض هو أفريقيا، إلا أن الصحة العالمية تحذر من الإبلاغ عن أكثر من 1000 حالة من التفشي خارج دول القارة السمراء. الموجة الحالية من الإصابات وصلت إلى 29 دولة، لكن لا وفيات خارج حدود أفريقيا حتى الآن على الأقل. The risk of monkeypox becoming established in non-endemic countries is real. WHO is particularly concerned about the risks of this virus for vulnerable groups, including children and pregnant women. It's clearly concerning that monkeypox is spreading in countries where it has not been seen before. At the same time, we must remember that so far this year, there have been more than 1,400 suspected cases of monkeypox in Africa and 66 deaths. تدرس أدهانوم غبريسيس، الصحة العالمية توصي المصابين بالعزل في المنزل ولا تدعو في هذه المرحلة للجوء إلى حملات تطعيم جماعي، لكن يبدو أنه لا شيء يقينا في هذه المرحلة. هذا ما نعرفه وما لا نعرفه عن جدري القردة.